مسك الجزر ده دي طريقة سهلة جدا ومش مكلفة. بنجيب 4 جزرات وبنقشرهم كويس وبنغسلهم طبعا غسلة كويسة جدا، وبنحط معاهم زيت زيتون أو زيت جوز الهند، وبنحط في وعاء وبنشغل النار، بس تكون نار هادية قوي لحد ما لون الزيت يتغير بلون الجزر. وبعد كده بنفضي، لما الزيت لونه بيتغير نفضيه بقى، نحطه في برضه في وعاء بس يكون محكم يعني، بحيث يتقفل كويس قوي، ونحطه في التلاجة حوالي ساعتين. وبعد كده دي للناس اللي شعرها تالف، وبعد كده بنستخدمه قبل اي استحمام، بيتحط على الشعرايه ما بين حوالي 25 دقيقه ل 20 دقيقه. وبعد كده بتاخد الشاور بتاعك عادي، ومع مع مع استمرار ماسك الجزر على الشعر وكده هتلاقي الشعر التالت ده قل بنسبه كبيره جدا، بس هيظهر النتيجه بتاعته بعد كذا مره. ودي طريقه سهله جدا ومش مكلفه.